إضافة إلى هذه المدرسة من المدارس الجمالونية تدخل ضمن الإدارات المستندة والعمل الآن في الجاذبية يعني. كل الشكر والتقدير لهم بها ومشاركة الكوادر التربوية باحتفالات أعياد المعلم وبالدعم اللامحدود لقيادة عمليات نينوى. لا كميلة لا طبعا ومن المشاهدين من يعني المشاهدين جدا. هذا الشيء يدل على شيء فإنه يدل على قوة التلاحم والتواصل ما بين القوات الأمنية والشعب العراقي. فهي دماؤهم تحولت إلى ذكرى عزيزة وقاسية على قلوبنا. أتقدم بأحر التهاني وتبريكات السيد القائد لزيارته مدرستنا. أنا فرحان جدا أن أكون بين بناتنا مع أخواني في الهيئة التدريسية في مدرسة الشرق العربي. فرحان جدا أن نشوف ثمرة القتال والتضحيات تحولت إلى ابتسامة وجه كل طالب في محافظة نينوى، وهذا ثمرة القتال ودماء الشهداء جرح السدى. دماء الشهداء تحولت إلى زهور على أرض الوطن وتحولت إلى ابتسامة وجه كل طفل من أهل الموصل ونينوى. أني أقدم شكر نيابة في هذا العمل يا نينوى إلى أخواني وأخواتي الهيئة التدريسية على هذا التنظيم الرائع للمدرسة. الكتاب يعني فرحان أن أشوف مدرسة بهذا الترتيب وأشوف طالبات ما شاء الله عليهم أطفالنا اللي أتمنى لهم مستقبل باهر إن شاء الله، وهم ذول اللي راح يكونون العراق اللي كنا نتأمل يكون على أبهى صورة ويكون وطن يلم كل أهله. شرفنا اليوم بزيارة السيد قائد عمليات نينوى السيد نجم الجبوري وبالتنسيق مع المديرية العامة لتربية نينوى، حيث تفضل سيادتي بزيارة مدرستنا مشكورا، وقام بتقديم بعض الهدايا التشجيعية للتلميذات. نشكر سيادته بالنيابة عن التلميذات وعن الهيئة التعليمية.